بتوع اليومين دول يعني. بص على حاجه، كل زمن وله اسلوبه. الاسلوب اللي انا اتعلمت من اساتذتي كان في احترام للضيف، احترام للمتلقي، زي ما قلت لك يعني الايقاع مهم جدا، المعلومه اللي بتديها للضيف للمتلقي مهمه قوي 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 قوي. ضيفك اهم منك، كانوا دايما يقولوا لنا كده. اما الفهمك تقول لي ما يكون معاك زبال هو اهم منك، لازم تقول له حضرتك وحضرتك وما الى اخره. يمكن بعضكم شاف الحديث اللي انا عملته مع الجاسوسه انشراح، كان حديث شهير جدا جدا جدا. برضه كنت بقولها حضرتك يعني كنت بعملها بادب شديد جدا لحد ما استفزتها انها تبكي وتبين الندم اللي انا كان نفسي خلال حواري معاها ان انا اوصلها الى درجه البكاء النادمه على ما اللي هي عملته، يعني انها تبيع بلدها هي وجوزها واولادها اللي كانوا موجودين معاها في تصوير المنشات العسكريه. الزمن بتاع اليومين دول يمكن مختلف، يعني لو خدنا في الغنى انك تقعد ساعة ونص عشان تشوف بعيد عنك حياتي عذاب، او تسمع زي ما احنا بنشوف حفلات ام كلثوم الشياكة والناس اللي لابسة، وحتى السينمات بيروحوها بلبس دلوقتي، بيروحوا بالجينز السهرات والحفلات والاخير. نفسي اروح حفلة سوارين ولاقي واحدة لابسة فستان وكل الستات لابسين بنطلونات وجينز مقطع. ببقى نفسي الاقي فستان زي زمان، يعني زي اللي كانت لابساها صديقتي نادية الجندي في الافتتاح مثلا عندنا في المهرجان. فهل الزمن دلوقتي هو زمن ان انا اشوح بايدي للضيف في البرامج اللي بتتقدم؟ ان انا اقول له انت او انتي، هل هو ده اصبح السائد غير الزمن اللي انا اتعلمت فيه التعامل مع ضيفي شكله ايه، وان انا قدوة للمتلقي اللي بيتفرج عليا من طفل الى تلميذ الى رب الاسرة الى واخد بالك ازاي؟ جايز، لان انا اللي انا بشوفه دلوقتي ستايل مختلف عن اللي انا اتعلمته. فيمكن ده ما ينفعش دلوقتي ان حد يطلع يغني ساعه ونص زي ام كلثوم او زي عبد الحليم، عايز الاغاني القصيره الصغيره. يمكن جايز، الله اعلم. يعني مين الاسماء اللي حد بيشوفها؟ يعني مين مين الاسماء اللي حضرتك ممكن تتفرج عليها؟ تعجبك على الشاشه؟ هو مصري؟ كل واحد له ستايله من اللي موجودين حاليا. يعني انا بتابع عمرو في برامجه، عمرو قديم و لبيس الحديدي و مين تاني؟ ايام ربنا يشفيه وائل الابراشي ما كان بيقدم حاجات برضه، يعني كل واحد له ستايل. فانت بتتقبل ده لان ده العصر ودي طريقته وده اسلوبه. مش ممكن هخليهم هم ياخدوا نفس الستايل اللي انا كنت بعمله بعد 40 سنه، يتعمل نفس الشيء اللي كان ليلى رسو بتقدمه او سامي حجازي بتعمله او اماني ناشد بتعمله او طارق عبيد او مفيد فوزي. احنا كلنا شكل مختلف عن الشكل اللي موجود حاليا يعني.